يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل المسلم المسجد قبل غروب الشمس بعشر دقائق مثلا أو أقل، فما هو المشروع في حقه؟ الله، هذه مسألة فيها خلاف قوي من العلماء، من أخذ بعموم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ومن العلماء من أخذ بعموم النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، وكل له وجهة نظر، فمن صلى فلا ينكر عليه ومن جلس فلا ينكر عليه. نعم.